جينا حضرنا اليوم حيت راجلها تعتقل على قبل داكشي اللي دار اختي، وانا حاضره حيت انا سجلت الفيديو فاش كان كيتهجم علينا في دارنا. مني جينا وسط من القاعه كدير ليا بحال ما هكا، زعما وجهك مشى وكتقلز ليا. انا شدني ليا العصابي وسط القاعه، بديت كنبكي وما يضروا فيها العيالات. قال لها شو مالك هادشي اللي كديري فيه؟ ملي العجلنا غايس خارجين ما يتلاحوا على اختي، هي وحده كاينه معاها، تلاحوا على اختي وهي هربات، وبقات غير هذيك دابا اللي تشدوها البوليس، بقات غير وحده وهي هربات. حشومه هادشي عيب. حشومه بقات كتعاير فيا ديك جارته من الفوق، قالت لي انا مازال غنجيب لك بنات اختي وخواتها حتى من درب السلطان. يعني كتهدد فيا، راه سبعات البوليس كيقول لها سكتي. وشنو دار معاكم دابا الوالد؟ احنا غاديين، ما عرفتش فين غاديين يمشيو يعمروا لينا. احنا غاديين راجلي دوز عليك ليله في الحبس، صراتنا تقابلات مع اختي وكتضحك وكدير لها بحال زعما مشالك لوجيه بحال كدير لها هكا. اختي مني ما تقبلت جاها بركت كتغوت، راه كاينه الكاميرا ديال المحكمه يجبدوها، بركت كتغوت كتبكي تلاحت عليا انا. شو هادي الجاره اول حاجه شاهده زور ما كتسكنش في دربنا، ثاني حاجه جايين باغيين يتحاموا وباغيين يطفلوا. لا اله الا الله، لا واش في المخزن انا جايه ناخذ حقي؟ تنعاود مكرفسين عليا والخرى سلتات وحده تشدات. باقي الملف ديال ساره، ما احنا ما متابعينوش حتى شهر 12. هذا غير الجار اللي حرض هو ومرته اللي حرض الطليق ديال ساره، هادشي اللي كاين. دابا اختي احنا متابعينهم على في وسط المحكمه تولي تخلى دار بوك على هادشي، ماشي اذا ما بقى قانون في المغرب.